سوريا آمنة ويجب ترحيل اللاجئين السوريين في دول الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم، ومحيط دمشق مثال على أمانها. هذا ما جاء على لسان وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر قبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مطالبا بتنفيذ اتفاقية اللجوء والهجرة من أجل تخفيف الضغط على أوروبا والدول الفردية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل فعال، وكذلك عمليات الإعادة والترحيل الفعالة. تصريحات غارنر وصفتها النائبة عن حزب الخضر ووزيرة البيئة والطاقة في النمسا بالبالونات. نتابع المادة ونعود للنقاش. دمشق كثيرة هي الكلمات التي باتت تستخدم لوصف هذه المدينة، فبعد أكثر من 13 عاما من قتل وتشريد شعبها على يد النظام، هي الآن في جل التقارير الإخبارية. دمشق الجائعة الفقيرة التي تحاصر سكانها أمنيا ومعيشيا، لكنها آمنة كما تراها أعين دول أوروبية تسعى إلى ترحيل اللاجئين فيها تحت هذا الادعاء. سابقا في الدنمارك وحاليا في النمسا، السردية المزعومة تتكرر بأن دمشق باتت آمنة ولا داعي لبقاء اللاجئين في دول اللجوء الأوروبي بعد الآن، إذ دعا وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إلى مناقشة ترحيل اللاجئين السوريين والأفغان من دول الاتحاد إلى بلادهم، معتبرا أن المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق مثال على المنطقة الآمنة. كارنر النائب عن حزب الشعب النمساوي المحافظ صرح أيضا قبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن عمليات الترحيل إلى سوريا تتعارض حاليا مع قانون الاتحاد، ومع ذلك فمن المهم أن يتم الحديث عن كيفية القيام بذلك مرة أخرى. تقارير حقوقية عديدة كانت قد وثقت في أوقات سابقة تعرض العديد من اللاجئين عند عودتهم إلى سوريا للاعتقالات والتعذيب والإخفاء القسري من قبل النظام، محملة هذه الدول مسؤولية ما يتعرض وسيتعرض له اللاجئ عند عودته. وضمن هذه المعطيات، هل سيحظى المشروع النمساوي بتأييد سياسي داخلي؟ وإلى أي حد يمكن أن تتخلى القارة الأوروبية شيئاً فشيئاً عن مواثيقها وأعرافها الحامية لحقوق الإنسان؟ معي أحمد مراد رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا معي من فيينا. مرحبا بك أحمد. بداية، يعني وزير الداخلية النمساوي دعا إلى مناقشة ترحيل اللاجئين السوريين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم بحجة أن محيط دمشق أصبح آمن على سبيل المثال، لماذا خرج بهذا التصريح؟ تحيات أستاذ حسام لجميع مشاهدين ومتابعين سوريا تي في. صراحة اعتدنا بتصريحات وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، يعني خاصة أنه هو يتبع إلى حزب يمين الوسط في هذه التصريحات، خاصة أن النمسا مقبلة يعني بعد تقريبا يعني أربع إلى خمس أشهر عفوا على انتخابات مصيرية، فنعرف وندرك التصريحات التي يخرج بها السياسيون من هذا التوجه السياسي للعمل على الجمع أصوات الناخبين، باعتبار أنه يوجد بالفترة الأخيرة ونتابع العديد من الدول الأوروبية انقسام حول استقبال اللاجئين السوريين وغيرهم في أوروبا، وخاصة أن في الفترة الأخيرة بدأت النمسا بترحيل عدد من اللاجئين العراقيين أيضا إلى بلادهم تحت ذريعة أن بلادهم آمنة. ولكن هذا التصريح الذي صراحة لا يوصف بأكثر من شعبوي للغاية والبالوني كما وصفته السيدة لينور جيفيستر وزيرة المناخ والبيئة التي هي من حزب الخضر، بأن الموضوع ليس أكثر من يعني بالون سياسي وبالون تصريحي. واعتدنا مع الأسف الشديد من النمسا التي فعليا هي معروفة بديمقراطيتها واحترامها لحقوق الإنسان، والتي استقبلت الآلاف من اللاجئين السوريين وغيرهم على مدار العشر سنوات الماضية، أن تقوم بهذا التصريح الذي لا يدل على أن النمسا فعلا على دراية حقيقية بالشأن والملف السوري. يعني كيف رأى أو استشف وزير الداخلية النمساوي كارنر أن سوريا أصبحت آمنة على اللاجئين السوريين ليتم ترحيل هؤلاء اللاجئين؟ يعني ما هي المعايير أمام هذا
التصريح أو هذا الخطاب الشعبوي كما وصفته للقاعدة الجماهيرية، وخاصة بأن النمسا مقبلة على انتخابات مصيرية. نعم سيدي الكريم، النمسا ما زالت طبعا حتى هذا اليوم شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية، ما زالت سفارة النظام السوري موجودة في فيينا، وفي نفس الوقت سفارة النمسا تعمل في دمشق، والسفير النمساوي في لدى دمشق صراحة نحن نتابع يعني كافة الأخبار المتعلقة بهذا الشأن بدقة متناهية، أنه يقوم بالعديد من الزيارات الدورية للعديد من المؤسسات السورية التعليمية وغيرها والجامعية، صراحة في إشارة إلى أن النمسا تعمل على أو تريد إعادة تعويم النظام وإعادة يعني إنتاجه من جديد. فمن هذا المنطلق باعتبار أن وزارة الداخلية وزارة الخارجية والعديد من الوزارات السيادية في النمسا إضافة للمستشار النمساوي هي من حزب واحد، الحزب اليمين الوسط، حزب الشعب الأوفوبي، فهذه إشارة على أن النمسا فعلا على ما يبدو أنها لا تدرك ولا تعرف ماذا يحدث في سوريا، ماذا يحدث في دمشق، لا تعرف ما هي التكوينة السكانية الموجودة اليوم في دمشق وهي النوعية التي تعتبر دمشق آمنة لها. فعلى ما يبدو أن النمسا يعني بصراحة تستند إلى تقارير داخلية مبنية على تقارير يمينية، على تقارير صراحة غير خلينا نقول غير مهنية، حتى ما نقول كلام أكبر من ذلك، تقارير غير مهنية، تقارير غير علمية، يعني بناء على خطاب أوكي أنا بقول كلام والناس بتصوت لي بناء أنا بدي رحل السوريين، بدي رحل الأفغان، بدي رحل الكذا، هذا الكلام فصراحة يدل على أن الخطاب غير مسؤول، ومن الوزير الداخلية الذي هو يعني فعليا من كشرطي سابق كضابط يعني له باع طويل في الناحية الأمنية، يقوم يعني بيحاول أن ينفذ القانون بناء على منطلقات حزبية ينادي بها حزبه يوم بعد يوم. يعني قبل شهر من الآن كان عندنا في النمسا تخيل حوار وجدال سياسي على أن النمسا تريد منح طالب اللجوء 40 يورو باليد كاش أو تعطيها من خلال بطاقة، وأتخيل 40 يورو في الشهر لطالب اللجوء التي هي يعني ما بعرف قديش صراحة بتساوي، بس خلينا نقول 50 دولار يعني تقريبا، عملت جدل. يعني تخيل يحاول هذا الحزب مع الأسف توظيف أي حالة جدلية، أي حالة ممكن أن تكسبه العديد من الأصوات وتقديمها إلى 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 العلن. وكما قالت ليونور جيفيسلر أنه هو ليس أكثر من بالون هوائي وليس أكثر من فقاعة، وليونور جيفيسلر هي جزء من حزب الخضر والذي هو حاليا مؤتلف مع الحكومة النمساوية، قالت نحن لا نوافق على هذا القرار أو على هذا الشيء. وأيضا تعال نحن ندرك جميعا أن هذا القانون مستحيل أن يحدث من دون توافق أوروبي على أن النظام السوري على سبيل المثال سيعاد إنتاجه، وبالتالي دمشق آمنة وسوريا آمنة وحلب آمنة وكافة المناطق آمنة، فبالتالي يرفض اللجوء. في نفس الوقت أعيد وأكرر وأشدد أن النمسا في الفترة الأخيرة أصبحت يعني رفض اللاجئين السوريين، يعني عندي طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى هنا تعطيهم رفض بأحسن الأحالات، تعطيهم سنة، للذي له يعني حظ قوي جدا تعطيه الإقامة لمدة 3 سنوات. فيعني فعليا النمسا اليوم تريد السياسة النمساوية أن توصل رسالة أن النمسا ليست البلد المطلوبة وليست البلد الآمنة للاجئين، لأنكم إما سترفضون أو ستحصلون على إقامة سنة، وبالتالي يمنعوا من لم الشمل يحصل على إقامة سنة. ليست شأن ألمانيا، بألمانيا تستطيع لم الشمل، بأن النمسا لا يستطيع أن يقوم بلم شمل أفراد أسرته. ولكن أستاذ أحمد، يعني هذا الخطاب يستقطب فئات يعني كبيرة من الشعوب في أوروبا، خاصة يعني مع تصاعد اليمين في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. نعم صحيح، يعني كما أسلفنا سابقا أن أوروبا بشكل عام مع الأسف يعني شاهدنا بإيطاليا، شاهدنا بالعديد من الدول يعني إلى حد ما، طبعا أوروبا الشرقية ليست محسوبة على هذه المعادلة، ولكن صحيح صراحة يوجد تصاعد في اليمين. ولكن هنا نحن نوجه السؤال للسيد جيرهارد كارنر الذي وحزبه الذي ينتقد روسيا في أوكرانيا ليلا نهار، هل يستطيع السيد كارنر أن ينتقد روسيا في
في سوريا التي هي تدعم ميليشيات وتنظيمات إرهابية مثل تنظيم الأسد وغيرها من الميليشيات الإيرانية وغير والشيعية واللبنانية وغيرها، لا هل يستطيع أبدا، لا نرى في الخطاب النمساوي أبدا انتقادا لروسيا على سبيل المثال. بالتالي نشاهد أن السياسة النمساوية تنتهج الكيل بمكيالين، يعني تتعامل مع الشأن الأوكراني بطريقة ولكن بالشأن يعني روسيا في أوكرانيا مجرمة ولكن في سوريا هي صانعة سلام. نعم هو تصريح النمسا وليس المشروع، ولكن يعني هو ما سيعمل عليه غاردنر، ولكن يعني نعم هذا التصريح وهذه التصريحات يعني بحسب وسائل إعلام نمساوية يعني ربما لم تجدي إلى ما تقول إليه في اجتماع وزراء داخلية في بروكسل الذي عقد أمس الاثنين، ولكن يعني بحسب كاردنر فإن هذه التصريحات ربما هي تمهيدية لخطة متوسطة حتى يتم يعني تحريض دول الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين وخاصة السوريين والأفغان. هل سيتمكنون من 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 إحداث هذا؟ سيدي الكريم، إذا بقينا في الجانب السوري، النقطة الأولى أنه حاليا ندرك أن أوروبا أجمعت أنه لا يوجد حل في سوريا قبل وجود حل سياسي حقيقي، وكلمة حل سياسي يعني بأقل حالاتها هي تغيير لرأس النظام وتغيير للنظام الموجود. النقطة الأخرى التي ربما تكون خطيرة أن أوروبا مقبل على انتخابات البرلمان الأوروبي، وأيضا يوجد تصاعد لليمين، والبرلمان الأوروبي شأنه شأن أي برلمان داخل دول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي كلما يعني ازداد التوازن اليميني مقابل اليساري والديني أو الأحزاب المسيحية أو اليمين الوسط، يعني كمان يمكن أن فعلا أن نرى يعني قانون ما يصدر في هذه في المرحلة المقبلة. ولكن هذا الملف الشائك والذي أنا صراحة يعني كرئيس تحرير للنمسا ميديا أرى أن هذا الموضوع صراحة أكبر من النمسا أن تتحدث به، لأنه هذا الموضوع يحتاج إلى إجماع أوروبي، يحتاج قبل الإجماع الأوروبي إلى إجماع أممي. يعني شاهدنا أو سمعنا في الأسابيع الماضية أن أمريكا تشرع قانون من يعني يعاقب تقريبا من يطبع مع النظام بصراحة. فالمسألة ليست أكثر من فقاعة إعلامية، فقاعة إخبارية، يريد السيد جيرهارد كارنر يعني إثبات وجوده داخل الاجتماع الموجود حاليا في بروكسل وطرح أوراق جديدة كما يقال. النمسا سباقة للعديد من هذه المواقف، ليس الأول لها، فسابقا دعت إلى ترحيل اللاجئين إلى دولة ثالثة على غرار بريطانيا، إلى رواندا وإلى ما إلى ذلك لمعالجة طلبات اللجوء هناك. فرضت ومنعت بلغاريا ورومانيا من الدخول باتفاقية شنغن، واتهمتهم بأنهم لا يستطيعون حماية حدودهم، وهذا التعنت ما زال موجود حتى اليوم. يعني حتى أوروبا، حتى النمسا اليوم تعمل على الضغط بالشأن الأوروبي بشتى الوسائل، وقامت يعني في الفترة الأخيرة ما بين يعني بما يخص بلغاريا ورومانيا بما يقال شنغن إير شنغن، يعني الشنغن الجوية، يعني بناء على الطيران الجوي ممكن من يحمل الجنسية البلغارية والرومانية أن يدخل أوروبا من دون عن طريق الطيران من دون فيزا أو من دون هذا الشيء. فالنمسا سباقة بهذه التصريحات، ولكن هذا الشأن تحديدا من الشأن السوري ملف أكبر بكثير من النمسا وسياستها. شكرا لك أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة النمسا ميديا، كنت معنا من فيينا. شكرا لكم. وفي ملفنا الأخير، ورشة عمل في مدينة غازي عنتاب التركية بهدف تعزيز دور منظمات المجتمع المدني.